يلا حبايبي، يبقى هنحل ده زي ما قلت كده بطريقه مين بيحب الاس اللي هي والشي والات والمفرد، ساعتها يبقى سهل معايا جدا فوق ما تتخيلوا. يبقى اول زمن، حتى بصوا تعالوا كده نجربه على الفيرب تو بي اللي هي والشي والات والمفرد، بيحبوا حرف الاس. بصوا روحوا خدوا مين؟ خدوا يكون از، والنفي بتاعها ازنت. لكن وي ويو وزي والار ومعاهم الجمع، وي يو زي ومعاهم الجمع. بصوا عشان ما بيحبوش حرف الاس هياخدوا مين؟ هياخدوا ار، والنفي بتاعها ارنت، والنفي بتاعها ارنت. قلت لك بقى الترجمه مهمه، زي ام، اكون، يكون، يكونوا، والنفي بتاعهم ازنت. طيب الزمن الثاني نكتب عنده نمبر 2 وهو فيرب تو بي بس في الماضي، بدل ما بقول يكون لا انا قلت كان وكانوا، ووز او وير، كان وكانوا. برضه هيتحل بطريقه مين بيحب الاس اللي هي والشي والات والمفرد، عشان كده هتلاقي هي ووز، شي ووز، ات ووز. مثلا كريم مفرد ووز، لكن وي وير، يو وير، ذي وير، والنفي بتاعها wasn't weren't. تمام، مثلا هي was sad، هو كان زعلان. هي wasn't hungry. مثلا شي wasn't running. وي weren't، النفي بتاعها بقى ما كانش. وي weren't hungry، ما كانتش جعانه. يو weren't watching TV، ما كانوش بيتفرجوا على التلفزيون امبارح. يبقى الزمن ده اسمه was aware، معناه بالعربي كان وكانوا، كان وكانوا. تمام، والنفي بتاعها نفي الووز wasn't، نفي الوير weren't. مش بس كده يا مس سمر، انا محتاجه كمان بس في تريكايه للناس اللي ناسياها، الاي بتاخد ووز. حد يقول لي طب يا مس سمر الاي ما بتحبش حرف الاس، انت هتلخبطينا ليه؟ قلت لك لا، انا وقت ما جيت اشرح لك الزمن ده قلت لك معلش النهارده الاي زعلت من فريقها، وعلشان تغيظه وتضايقه قالت له انا راح اكل اس من الفريق الثاني، راحت خدت ووز، ومن ساعتها اي ووز واي ووزن. طب هل خلاص كده الاي بقت مع الفريق التاني؟ لا، قلت لك وقتها هو انت لما بتزعل مع حد من صحابك بتفضل زعلان منه على طول؟ هي مره وعشان تضايقه راحت كلت اس مع الفريق التاني في الزمن ده، وبعد كده رجعت ما تحبش الاس التاني وانضمت لفريق الجمع. يبقى ووز اوير كان وكانوا، ووز اوير كان وكانوا. تمام كده خلاص، والنفي بتاعها ووزنت وويرن، وقلنا مين بياخد ووز ومين وير على حسب مين بيحب الاس. الزمن الثالث اللي المفروض نراجعه اكتبوا لي عليه اللي هو فعل يملك او يتناول، فيرب تو هاف، يملك او يتناول، فيرب تو هاف، يملك او يتناول. تمام، اول حاجه هنراجعها مع بعض. اولا المعنى بالعربي قلت لك علشان خاطر وقت ما تحتاجه تلاقيه. مثلا انا بقول اي هاف ا كار، انا معايا عربيه، لكن لو بقول بيتزا او بقول جوس عصير او بقول مثلا ووتر ميه، هينفع اقول انا بملك ميه؟ مستحيل. عشان كده عملوا له معنى تاني بالعربي اللي هو يتناول، حلو جدا مع الفود اند درينكس، مع الطعام والمشروبات. يبقى هاف، فيرب تو هاف، يملك او يتناول. زي هيتحل بطريقه ايه؟ ما خلاص احنا قلنا خلصنا بقى مين بيحب الاس اللي هي والشي والات والمفرد، عشان كده هياخدوا هاز اللي فيها اس، ولو لا لا يملك او لا يتناول doesn't have. يبقى he has a car، she has a bag، it has مثلا water، علي has a car. طيب لو انا عايز اقول لا يملك doesn't have، ال has عشان فيها اس، مين اللي فيها اس زيها في النفي؟ doesn't have. طب ايه ده يا مس سمر ده؟ انت حاطه have؟ يا نهار ابيض، انت مش قايله ان دول بيحبوا الاس؟ هقول لك ماشي، طب ما انا قلت doesn't، ال doesn't كانت الاس منها خلاص، doesn't have. اوعى تقول لي doesn't has، الناس المستعجله، الناس المستعجله اوعى تقول لي doesn't has، اوعى تقول لي doesn't has. تمام، ما ينفعش، خلاص كانت منها الاس. تمام، ما ينفعش، ال doesn't كانت منها الاس خلاص. اوكي، يبقى ال doesn't كانت منها الاس وخليتها doesn't have، doesn't have. انا عماله انبه على دي لان انا عارفه الطلبه اللي بتبقى مستعجله بتقول لي ايه ده، ده بيحب الاس هاز، طب ما doesn't كانت منها الاس. طيب اي وي ويو وزي ومعاهم الجمع، الجروب ده ما بيحبش حرف الاس علشان كده بياخد هاف، عشان كده بياخد هاف، يملك او يتناول، ولا يملك او لا يتناول دونت هاف، لا يملك او لا يتناول دونت هاف. خلاص كده، يبقى فيرب تو هاف معناه بالعربي يملك او يتناول، بنحله بطريقه مين بيحب الاس اللي هي والشي والات والمفرد، ومين ما بيحبش فبالتالي هياخد هاف ودونت هاف، لا يملك. لكن هنا هاز ودازنت هاف.
الزمن الرابع واكتبوا لي عليه. يلا نمبر 4 هو فيرب تو دو، يفعل شيء، بيعمل حاجه. دو هوم ورك، بيعمل واجبه. دو اكسرسايز، بيعمل تمارين. دو بزنس، بيعمل بزنس خاص بيه، يعني شغل. تمام جدا. برضو عباره عن ايه؟ عباره عن دو وداز. طب مين بياخد دو ومين بياخد داز؟ اعتقد زي ما كله قالها حالا ان الناس اللي بتحب الاس او المجموعه ضمائر المفرد واسم المفرد اللي بيحبوا الاس اللي هي والشي والات والمفرد بتاخد الكلمه اللي فيها اس اللي هي داز، والنفي بتاعها دازنت. لكن اي وي ويو وزي ومعاهم الجمع دول ما بيحبوش حرف الاس، عشان كده بياخدوا دو والنفي بتاعها دونت. خلاص ده كان الزمن الرابع معانا، عباره عن دو داز. اللي بيحب الاس هياخد داز ونفيها دازنت، واللي ما بيحبش هياخد دو ونفيها دونت. خلاص كده يلا بينا بقى على اهم ازمنه معانا، وهي مقارنه الازمنه ما بين المضارع البسيط والمضارع المستمر والماضي. تمام، انا عارفه ان في ناس لسه ما خدتش معانا زمن الماضي البسيط، بس انا عايزاهم بس يعرفوه معايا علشان خاطر ايه كملحوظه بس، احنا قلنا سريع قبل كده لكن هناخده تاني ما نقلقش. الماضي ده يتاخد تاني بتفاصيله بكلماته بكل التركات بتاعته. طيب بس انا قلت اعمل لكم ورقه واحده كده جميله الاهم ثلاث ازمنه ممكن نحتاجهم في الانجليش اصلا، وهم المضارع البسيط، المضارع المستمر، ومعانا كمان زمن الماضي. تمام كده، اول حاجه لازم كل زمن انا بعلمه بعلامه. بصي كده بعد اذنكم، انا عايزه قبل اي حاجه زي ما قلت كده بنعمل جدول، والجدول ده بنقسمه 6 مرات. تمام كده، بنعمل جدول وبنقسمه 6 مرات. اول حاجه لازم يتحفظ شفوي، يعني انا عاوزه ان كل حاجه في الجدول ده تتحفظ معانا شفوي، هتبقى سهله جدا معايا. وبعد ما يحفظ شفوي هيبقى حاجه حلوه قوي، تحفه كده، ان هو يجيب ورقه بالشكل ده ويعمل هو التقسيمه بنفسه ويقعد يشرح كانه مدرس كده. عايزاك تعرف ان كل زمن من الازمنه دي لازم تعرف عنه 6 معلومات، لازم اعرف عنهم 6 معلومات. بس قبل ما اقوله الزمن ده، في بس ملحوظه في بيج 3 عايزاك تعرف لي ان هنا عندي الهي والشي والات والمفرد بيحبوا حرف الاس وكمان اسامي المفرد، عشان كده انا جايه لك اثبت لك ان انت ممكن تجيبهم في كل الافعال. يعني انت لو لقيت هي او شي او ات او مفرد هياخدوا از في الفيرب تو بي، هياخدوا ووز في الماضي، هياخدوا هاز في الفيرب تو هاف، هياخدوا داز في فيرب تو دو، بلايز وجوز في المضارع البسيط، دازنت في النفي، حتى هاز بلايد في المضارع التام اللي لسه ما خدناهوش. لكن الاي وي ويو وزي ومعاهم الجمع اللي مش بيحبوا الاس، تعال اثبت لك انها تنفع مع كل الازمنه. تمام، هياخدوا ار، هياخدوا وير، هياخدوا هاف في الفيرب تو هاف، هياخدوا دو في الفيرب تو دو، هياخدوا بلاي او جو في المضارع البسيط، هياخدوا دونت في النفي، هاف بلايد في المضارع التام اللي لسه حتى ما اتشرحش. انا بس هنا بثبت لكم ان انت بالطريقه الشفره بتاعت مين بيحب الاس ومين لا ممكن تحلها على كل الازمنه. اخر تركية فيه ان انا بقول لك الاسامي، فاكرين الاسامي لما يجي لك كريم لوحده وعلي لوحده وساره لوحدها؟ الاسامي بقى بفتكرها بايه؟ المفرد قاعد لوحده زهقان عاوز اس تسليه، لكن الجمع مش عاوز، لكن الجمع مش عاوز. يعني كريم لوحده هيجري ورا الافعال اللي فيها حرف الاس، لكن لو كريم وعند علي لا، هيجري ورا الافعال اللي ما فيهاش حرف اس. طب الناس اللي بتتلخبط تشيلدرن اطفال، ده جمع كتير مش عاوزين اس تسليهم، فهيجروا ورا الافعال اللي ما فيهاش حرف اس. فانت افتكرها بالشكل ده، ان الجمع المفرد قاعد لوحده زهقان يا عيني عاوز اس تسليه، لكن الجمع مش عاوز، لكن الجمع مش عاوز اس تسليه. خلاص يلا بينا ندخل على مقارنه اهم 3 ازمنه بعد التريكس اللي احنا خدناها دي.